يعني صار الموت بكلف اليوم كتير، يعني إذا بتضل عايش أزبط. أجا بعد في شي جمعة 10 أيام أجا شاب على موصينكم على قبر وكذا كذا، إنه صحيح وهيك مين بتكلم لك هي؟ قال لا ما توفيت هي، هي قلت له قال توفى بين إجا وصيك على القبر. إيه هيدا فاجعه، وهي اللي توفت بعد سنتين. فلما قال لك عمار بيد الله يعني دخيل اسمه مثل ما بقولوا، هذا شغله صارت ما بنساها. نادر صباح الخير. صباح النور حبيب قلبي. نادر بدي منك تخبرني شو القصه الغريبه اللي خليتك تقرر تشتغل بالمقابر وبشواهد القبور تحديدا وتنحت عليه. كل واحد بلبنان بتلاقي زبايو عنده صاحب مصلحة بتلاقي بنزل معه على الشغل بعلمه اياه شو ما كانت هي طبيعتها، كان لحام ولا نحات ولا مصرفة مثل ما بقولوا صراف، بيلحق المصلحة بيو شوي صغيرة، في منهم ما بفوت بعقلهم، في منهم لا بيمشوا بهالدومين. أنا مشيت بهالدومين تبع بي كنحت، يعني حبيت بحب الرسم النحت وهالأشياء كلها، وبالإضافة لشي كنت كملت تعليمي مثل ما بقولوا، عرفت كيف؟ معي أنا إدارة أعمال يعني اختصاصي بالجامعة. وبعدنا فيها مثل ما بقولوا. انت معك اداره اعمال، ليه ما اشتغلت باداره الاعمال؟ سافرت انا على الخليج واشتغلت برا بالالبسه. والله مدير بشركه يعني، واشتغلت فتره بحدود شيء 3 4 سنين وجمعت قرشين وجينا هون نفتحها فيهم مصلحه يعني مثل ما بقولوا، نكبر المصلحه يعني. وبعض هالاوضاع يعني من بدي لك من سنه 2000 لهلا بعدنا عم ناكل خبيط بعد. يعني قررت تترك إدارة الأعمال وتشتغل بمصلحة بيك بالقبورة، يعني من مدير محل أو من مدير بشركة بالأحرى لمدير بالمقبرة. صح. ليه؟ لكن يلي لقيته هلا إنه لبنان اللي معه شهادة خليه يبلها ويشرب ميتها خيي، إذا ما كان عندك مصلحة قوية وعندك شغل شغال شايد ما رح تنفعك. أف شايد ما رح تنفعك خيي، بدك واسطة كتير قوية لتشتغل بهالبلد أو كفي بدومين اللي أنت اللي شغال فيه. قلت لي نزلت تعلمت المصلحة من بيك، يعني قد ايش صار لك بهيدي المصلحة؟ أنا لما كنت نزلت على المصلحة بسنة 94 بعدني بتذكر، كان عمري 14 سنة. اف 14 سنة. وبيي توفى ب 96، كان عمري 16 وكملت فيها. يعني اليوم قد ايه عمرك؟ 43. اف يعني كم سنة تقريبا صار لك؟ يعني احسبها خيي. 30 سنة؟ أقل بشوي. أقل بشوي. أقل بشوي، صحيح. هلا لك سؤالي شوي غريب حيكون بس صراحة منطقي، يعني شغل بالقبورة ما بتخاف من الشغل بالقبور؟ أول ما نزلت على مصلحة بي كنت روح معه على المدافن شوف التابوت محطوط برا. هلا كشغلتنا مش طابعة لطائفة معينة، مثلا نحن كإسلام بس للإسلام بنروح عند الدروز وعند المسيحية وفي حتى مقابر اليهود وشكلات كنا نشوفهم، بس خلينا نحصرها بشغل واحدة إنه كالتابوت. شوف اللي بيي تعال أرجيك على الميت مثلا وعلى التابوت وكذا، أنا صرت أرجف شو كان ولد يعني هو يكون تابوت فاضي يعني. هيدا الرهجة ما بنساها بعدني، هذا السؤال بيي كان عم بتلومه عم بتسأل علي أرجعنا على التابوت وهو فاضي مفعل بحضه جديد، يعني في مجال الفكرة هيدي. مع الأيام أي شيء بهالأيام مثل يعني بيأس قلبك بتروح على الرهجة تتعود عليه، بتتعود على الاشياء اللي عم تصير. يعني اليوم ما عندك رهجة من الموت اذا فينا لا لا، بس مخافة ربنا ما يعني بتضلها بالقلب اكيد. اوف يعني انت هلا ما بتخاف الموت؟ لا شو الله عيشك والله بياخذ روحه، ما فيك تعمل اكثر من هيك، خاف ربك وامشي فيه بس مش اكثر من هيك. طب سؤال تاني كمان، شو شعورك انه انت مصلحتك لتمشي بدك اموات، يعني بتنطر العالم لتموت لتشتغل؟ مش بس هيك، هلا في هيدي في وجهة نظر اللي عم تحكيها، كدومان مصلحتي يمكن يكون في عندك ترميم مدفن انت. مدفن مكسرة بدك ترممها، ما يكون في عندك حالة وفاة. امرأة بيجي حدا بدي يعمل رسمة، بدي يعمل لوجو. نحن شغلتنا مش بس بالمدافن، بتعرف البلاط فيك تعمل فيه مجلى، فيك تعمل فيه درج، فاز، اي شيء اللي كان، مش بس ارخام يعني صخر، جرانيت، كل هالانواع، بس اجمالا يعني الشيء الاكبر من شغلك بالمقابر بارت كبير منهم بالمدافن، صحيح، بارت كبير من المدافن. طيب شو اصعب واغرب شيء صار معك بهيدي المصلحه خلال مسيرتك المهنيه كلها؟ حقيقه حادثه قديمه كثير صارت يا زهير. هي اجى زلم كبير بالعمر عم بيوصينا على مدفن على الوجه القبر يعني المدفن وكذا، وقال لي بده يحفر 1 2 3 مع اسم المراه اللي هي زوجته، بده يحفر اسمها بس قال لي اترك لي تاريخ وفاتها
ما تحطه مش السنه الشهر، لانه قال له الحكيم انه بهالشهر خلص بدها تودع مدامتك. قال له هلا ثلاثه او اربعه يعني بهاليومين ثلاث ايام بنجي بناخذ عندك المدفع بس تحفرنا الرقم مثل ما بيقولوا. والله ما اجى اخذه، اجى بعد في شي جمعه 10 ايام اجى شاب على موصينكم على ابر وكذا كذا، انه صحيح وهيك مين بتكلم لك هي؟ قال لا ما توفيت هذه هي، قلت توفى بين اجى وصك على القبر. ايه هيدا فاجعه، وهي لا توفت بعد سنتين. فلما قال لك عمار بيد الله يعني دخيل اسمه مثل ما بقولوا، سبحان الله هيدا شغله صارت ما بنساها. يعني اجى ليوصي على قبر لمرته اللي قال للحكيم انه انت بعد شهر خلص، قال له ما في بعد شهر، بعد يومين ثلاث ايام رسمها لها خلص بتودع. أم بعد جمعة توفى هو اللي اجى وصاك على قبر. ويضلت عايشة. سبحان الله. وتحت الهوا كان في شخص عم بيقلنا عن القصة كنت أنت حاضر صح. عليها، خبرني صح. إياها كمان. صابت إنه كل ما يعملوا القبر بيقشط القبر عليه. للمتوفى، مش قصة مقللين بطون أو حديد. الله أعلم، خلص في ربنا مش راضي عليه. تحمير تلاقيك اليوم قاشط خاسف الأرض عليه، خاسف الأرض عليه. هذا يعني مش مرة مرتين ثلاث أربع مرات مثل ما بقول. طيب شو شعورك لما تشوف هيك شيء؟ يعني موعظة، شو بدك تعمل هيك؟ يعني أول شيء بتتأكد من البضاعة اللي مركبينها مضبوطة. طيب ليه خسفت؟ التربة إذا شو كل شيء خطر ببالك؟ إذا كل شيء غلط، إذا كل شيء مضبوط اللي عاملينه في شيء رباني سبحان لما اكتشفت يعني. إنه كل شيء مضبوط شو اللي شو خطر ببالك؟ ما بترجع عم قلت لك مخافة الله. أوعى خافت الله، هذا اهم شيء بالدنيا كلها، والله بيرزق مش بس مصلحتي غير اي مصلحه اللي كان انت ونايم الله بيبعث لك رزقك انت ونايم، فخاف ربك بس واتكل على رب العالمين اللي بقوله. طب نادر بدي منك تخبرني شو الصعوبات اللي بتواجهها بهيدي المهنه؟ مضاربه كبيره، مضاربه كثير كبيره بلبنان، في معامل حيتان. يعني انت فيك تجيب كونتينر من الصين مثلا بلاط اكس مقصوص خالص، نعتبر واحد سلمك ورشه بنايه مثلا 10 طوابق وكل طابق شقتين عباره عن مثلا 20 شقه وكل شقه فيها مجله ويكونوا كلهم نفس السيستم مثلا، نعتبر تبعت انه 20 مجله فيك تجيبهم انت مقصوصين خالصين من برا واصلين لعندك هون، كون دافع التكلفه مره واحده انت مش عم تدفع شهر نقل وحكايه، وتاخذهم كلياتهم على تحت البنايه بتركبهم. هيدي الشغله وقفوا لك اياها، اذا ما كان عندك مقلع برا ببلاد برا وكذا، مقلع انت كصخر ومعمل ما فيك تستورد. طيب مخصوص خالص. وشو اللي المشاكل اللي بتواجهها او الصعوبات اللي بتواجهها بخصوص شواهد القبور؟ من اي ناحيه تقدر يعني؟ الناحيه المهنيه، الناحيه يمكن انت وعم تشتغل فيهم، يعني في خطر ما في خطر؟ في بلاط قسم بلاط تبعت وعنا بلبنان بيطلعوا مثلا انت مسلم لما بتشتغل بالمقابر المسيحيه او مثلا اللي عم تشتغل بالمقابر اليهود بتواجه هيك مشاكل ايه الاشياء كلياتها، فهمت شو قصدي من هالناحيه. وانا ما بعمل شيء غلط بالنهايه، يعني نحن بعدنا على الارض اللبنانيه كلياتنا. ليه بعد في يهود بلبنان؟ قلت لي عم تشتغل بمقابر في مدافن لليهود بس ترميم المدافن ترميم، يعني الطائفة اليهودية بعدها موجودة بلبنان موجود. بيجي بيطلب منك تقول لك أنا يهودي رمم لي هذه المقبرة. أنا ما بعرفهم كأشخاص. أنا في شخص هو اللي بلزمني الشغل أو شيء مثلا تان رمم، غير هيك ما عندي علم. طيب ثائبت نحن وعم نتفرج هون بالمقبرة لقينا قبر مفتوح صح أو مدفن إذا صح التعبير صح مفتوح، طب وين الشخص اللي كان مدفون فيه لهذا؟ عادة المدافن بس تنفنى العيلة ماش في حدا، طب هيدي الجثة بعدها موجودة بالحيط لمين؟ صارت عظام راحت ماش في رمل ماش في شيء راح خشب راح الكفن راح التياب بتعول هرهرت ماشي، صار بس انه عفوا كلمة جراثيم معطيني بقلب بوكس بيشلوها بحطوها بقلب مثل البير غميق بحطوا له اسيد بحطوا له شي حريق بتروح خلص بتروح مع الهواء وبيتأجر وهيدا بيرجع بيتنظف اكيد بيتظبط مزبوط وبينباع لغير عائله بيصير اذا بالحال او اذا في حاله دفن عند حدا غيره. وبالمعمل عندك لما كنا عم نحكي كان بعد في قلت لي بارت من الشغل صح. كنا نحن شفنا بارت صح. النحت صح. البارت الثاني شو هو؟ هو اول بارت اللي شفته انت بين واحد مثلا ياخذ القياسات ويكتب الكتيبه ويحفرها بس تخلص بتتنفط كلياتها بتندهن بويا،
حسب البويه اللي بده اياها الزبون شو هي لونها، مثلا اسود اخضر ذهبي رمادي حسب شو هي. في منهم ما بياخذوها ما بدهم اياها مدهونه مثلا، بدهم اياها ساده. من بعد عمليه الدهان بنطر بحدود شي ساعتين ثلاث ساعات لتنشف البويه. بنرجع بنعمل لها البارت الثالث اللي هي ازاله الدهان الخارج نتاك الحرف، هو الحفر يكون موجود لجوا، كل شيء من برا الحفر بنشيله بسبب بتعلق البويه بس داخل الحفر، الحفر من جوا بصير. هلا بنجيك سامبل كمان نطلع شكل يعني. النهائي صحيح 100%. نادر انا بدي اتشكرك، انا بامرك ابو الزوز وشكرا لك. بحبك انا، ميرسي. والله